عادي بقسم الإسعاف لحد ما وصل تليفون من غرفة عمليات إسعاف دبي. وكل العلامات الحيوية بتدل على أن المريض كان قد فارق الحياة. وعطينا التعليمات لكامل الفريق للبدء بكل الوسائل الممكنة لاسترجاع مريضنا. من أروع اللحظات لما شفنا المونيتور عم يعطي علامة إنه القلب بدأ يسترجع النبض. بهاي اللحظة بالذات تذكرت الآية القرآنية اللي بتقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم.